لله رب العالمين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يعطي القليل الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأله. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. يروي السيد ابن طاووس رحمة الله عليه عن رجل محمد يسمى بالسجاد، وهذا الرجل سمي بالسجاد لكثرة سجوده، وكان يبكي أثناء السجود حتى ذهب بصره. هذا الرجل يقول: دخلت على الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، فقلت: يا سيدي، هذا شهر رجب، فكما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسمى بشهر رجب الأصب، لأن الله تبارك وتعالى يصب الرحمة فيه صبا، فعلمني دعاء ينفعني عند الله تبارك وتعالى. يقول: فقال لي الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: اكتب يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل. يا من يعطي من سأله. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. وأوصاه الإمام الصادق سلام الله عليه بأن يقرأ هذا الدعاء دبر كل فريضة، بل يستحب الإكثار منه في ليل الإنسان ونهاره في شهر رجب الأصب. هسه طبعا كمقدمة عن هذا الموضوع،
نحن مقصرون تماما تمام التقصير بحق إحياء تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إخواني، احنا أحيانا نغفل عن شيء مهم. نحن نعلم تماما أن مثلا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه من أحد أقواله أن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الباطنة هو معلوم هي العقل، والحجة الظاهرة هو الإمام. نحن نعتقد بإمامتهم ونقول بعصمتهم، ولا نقدم عليهم أحدا من المخلوقين إلا جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حيث الاعتقاد. لكن نغفل لشيء مهم، ما معنى الإمام؟ يعني أنا لما أقول إمامي، الإمام يعني القدوة. ألا وأن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه. أنا من أقول إمامي، مقتضى القاعدة أني أقتدي بأقواله وأفعاله. لكن ألا ترى أننا بعيدون عن أفعالهم وأقوالهم؟ نحن بعيدون حتى عن التفاعل مع تراثهم. يا سيدي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تركونا إرث فكري، تركونا إرث حضاري، تركونا إرث روائي، أشبعوا كل مناحي الحياة. لكن بسبب ابتعادنا عن فكر أهل البيت سلام الله عليهم، قمنا نبحث ونلهث خلف نظريات حديثة موضوعة مسوقة إلينا بإطار حضاري، نستلهمها، نتبناها، ندافع عنها، نتقمصها، ونحن نبتعد عن فكر أهل البيت. يعني ما تشوفوا يعني مثلا تعايش مع نهج البلاغة، نتعايش مع الصحيفة السجادية، نتعايش مع رسالة الحقوق، نتعايش مع فكر أهل البيت من الإمام الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهم، أشبعوا كل مناحي الحياة عقائديا شرعيا ثقافيا أخلاقيا. لكن بسبب ابتعادنا، ولذلك تشوف أغلب مؤسساتنا التعليمية تخلو من فكر أهل البيت سلام الله عليهم. ما أعتقد أكو جامعة من الجامعات الآن تتبنى فصول من نهج البلاغة، أو تتبنى فصول من الصحيفة السجادية، أو تتبنى فصول من رسالة الحقوق، في حين أنها مضامين كبيرة. وممكن للإنسان إذا تبنى فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن يستقيم. يعني الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: يا ابن جندب، والله لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة. والاستقامة من أين تؤخذ؟ بالتأكيد تؤخذ من فكر محمد وآله الأطهار. لا، اللهم صل على محمد. يعني أنت ملاحظ أكو نقطة من النقاط المهمة، لعله لو تجي إلى آثارهم الفكرية وتأخذ الزيارات ونثقف أبنائنا وفق هذه المضامين، نتناول على سبيل الشاهد للحصر مثلا زيارة يوم الغدير. زيارة يوم الغدير للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، الزيارة من أعلى من أمتن الزيارات سندا متنا دلالة، وهي للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الهادي عليه السلام عندما استقدمه المعتصم العباسي من المدينة إلى سامراء، جعل طريقه على الغري وزار بهذه الزيارة قبر جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تعرف هذه الزيارة لو نحييها بيننا مع عوائلنا مع أبنائنا، تعطي لعلي بن أبي طالب صلوات. أنا إذا أرد أقرأ
الإمام أقرأه من لسان الإمام، أقرأ الإمام الأول علي بن أبي طالب على لسان الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، لكن قصرنا بفكر أهل البيت وبثقافة أهل البيت وأصبحنا بعيدين، لا يكاد نسأل شاب من شبابنا يمكن ما بينا واحد يحفظ له حديث أو حديثين عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بينما هم كما أسلفت أشبعوا كل مناحي الحياة للإنسان المجتمع المثالي الذي أراده الله تبارك وتعالى. هذا الإغفال لفكر أهل البيت طمست الكثير من الحقائق. وبعض علماء نسئل في يوم من الأيام قالوا له شنو الضوضاء اللي تسووه، الصخب والضجيج اللي تسووه بمناسبة عاشوراء، ليش الشكل يعني؟ ألا ينبغي أن تخفون عن الموضوع؟ مسألة أكل عليها الدهر وشرب ومضى عليها أكثر من 1000 عام وكافي بكاء كافي لطم. تدري شنو رد العالم؟ قال نخشى أن تنكروها كما أنكرتم بيعة الغدير. إذن بيعة الغدير شلون أنكرت؟ لأن إحنا قصرنا. شتشوف قصرنا بحق الغدير لو ما قصرنا؟ عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، يمر علينا مر الكرام، لا ذكرى ولا شكليته ولا احتفال ولا أقعد ويا أهل بيتي وأولادي. أقل تقدير مثل ما قلت لك أقرأ لهم زيارة الإمام الهادي، وزيارة الإمام الهادي تشير إلى مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتشير إلى أولوية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لو أثقف أولادي على هالزيارة بعيد الغدير وأوسع عليهم وألبسهم ثوب جديد، بحيث أصبحنا بعدم اهتمامنا أن تطمس حقائق الغدير وينسى عيد الغدير الأغر، ونحتفل برأس السنة الميلادية أكثر مما نتذكر الغدير، في حين أن من باب أولى أن نستذكر الغدير الأغر ونشير إلى أولوية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي منا أن نلتفت إلى الإرث الحضاري الثقافي الروائي الذي تركه لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هذا الإرث من أبرز مضامينه هي الدعاء. ليش؟ لأن الأئمة عادة ما استخدموا الدعاء للتصليح، يعني معالجة تربوية، معالجة أخلاقية، معالجة عقائدية، معالجة شرعية يشير لها من خلال الدعاء. ولعله إذا رجعت إلى الصحيفة السجادية فستجد ما يغنيك من مضامينها العليا، مو بس يقربك إلى الله، مو فقط دعاء وتوسل، وإنما إشارة إلى مضامين عليا لو يتأملها الإنسان تتعزز عقيدته بالتوحيد، يلتصق بآل محمد أكثر فأكثر للمقام الذي يدركه من خلال منطق الإمام علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ثم أن الدعاء هو سلاح الأنبياء. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول عليكم بسلاح الأنبياء. قالوا وما سلاح الأنبياء يا ابن رسول الله؟ قال الدعاء. الإنسان يفزع وين بالدعاء؟ يفزع إلى الله تبارك وتعالى. والله إذا وعد وفى، سبحان الله، يقول ادعوني أستجب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل، يقول له يا رسول الله هل أن الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ والعرب يسمون البعيد نداء والقريب مناجات. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني النجوى تكون سرية بين 2 أو 3، المنادات تصيح لفلان، فيسألون النبي صلى الله عليه وآله. الله تبارك وتعالى بعيد نناديه أم قريب فنناجيه؟ تنزل الآية الكريمة، النبي لا يجتهد،
ينتظر الإجابة من العالم المطلق وهو الله تبارك وتعالى. تنزل الإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يعني وجهونا على الدعاء بشكل ثابت، لكن أنا أحيانا أقول أنا أدعو ماكو استجابة. خوب بالتأكيد الله إذا وعد وفى، بس عدم الاستجابة خو أكيد بسببي أنا، إما أن يكون عندي ذنب يمنع. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، كن راجع نفسي. وإما أن يكون أنا أدعو خلاف المصلحة، لأن أنا ما أدري، ولعل الذي مو أكو أحيانا الدعاء. ليش أقول لك الدعاء تربوي؟ دعاء لافتتاح مو، فصرت أدعوك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. يعني أنا ممكن أدعو خلاف المصلحة، والله سبحانه وتعالى هو العالم المطلق ويعلم المصلحة وين تكون، ولذلك يأجل الاستجابة. ومرة لا، أنا عندي ذنوب تحول ما بيني وبين الدعاء، ولا الله سبحانه وتعالى إذا وعد وفى. أهل البيت وجهونا للدعاء، يعني ذكر الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، هل ليش نقول الدعاء سلاح الأنبياء؟ إذا حزبهم أمر وين يرجعون؟ يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. إحنا نرجع للعلاقات، نرجع للبشر، ناس مثلنا نستعين به، إما عند قوة، عند سلطان، عند قبيلة، عند تعال فلان عاوني، الله سبحانه وتعالى يسلب مني المعونة. بينما النبي والقائد الرباني الولي الصادق المخلص مع الله، وين الالتجاء ماله؟ إلى الله تبارك وتعالى. صارت حادثة فخ الحسين ابن علي الخير من آل الحسن، يعني انتفض ضد السلطة العباسية وحاصرتهم السلطات العباسية والجيوش العباسية، وقتلوا وبيدوا بالكامل، وحملت الرؤوس إلى بغداد أيام الهادي العباسي. الهادي العباسي اللي هو ابن المهدي ابن المنصور العباسي. فلما وصلت للهادي العباسي السبايا والرؤوس، أخذ يتمثل بأبيات: بني عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم الغوالية، إلى أبيات. من خلص الأبيات صار يتهدد الإمام موسى ابن جعفر، يعني قال: والله ما خرج الحسين ابن علي الخير إلا بأمر من موسى. صور وصل بي الطغيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يقول للعباس بن عبد المطلب، يقول له: يا عم ويل لولدي من ولدك. ترى المسألة قاريها أهل البيت يستشفون الغيب من وراء حجب. يا عم ويل لولدي من ولدك، قال له: أجب نفسي؟ قال: لا، سبق السيف العذل. يعني اللي صار صار، وابنك عبد الله موجود وراح يلد الملوك، وبالتالي روح انتقامية تتأصل بيهم. فقام يتخطى أمام الرؤوس ويقول: والله لا أفعلن ولا أفعلن ولا أقتلن موسى ولو لم أسمع من المنصور ومن المهدي فضل جعفر ابن محمد الصادق لنبشت قبره وأحرقته. يتهدد بنبش قبر الإمام جعفر ابن محمد الصادق. بس أخوة، أكو موالين للإمام قاعدين بالمجلس كتبوا رسالة للإمام، للإمام موسى ابن جعفر سلام الله عليه. قالوا له: سيدي اترتب وضعك، الرجل يتوعدك وهذا طاغي وممكن أن يلانك من نسوء. فمن وصل الخبر جمع أصحابه خواصة المخلصين، سألهم قالوا: ما الموضوع؟ هالشكل وهذا يشير لنا بالتهمة بحركة الحسين بن علي الخير. قالوا له: سيدي نحن نشير عليك أن تغيب وجهك عنده لأن هذا طاغي. قالوا: لا، زعمت سخينة أن ستغلب ربها.
اعطوني مجال شوية. توجه الإمام سلام الله عليه إلى مصلاه وقرأ دعاء الجوشن الصغير وهو دعاء عال المأمين، ولعله وردت به روايات بفضله أكثر مما وردت بالروايات بفضل الجوشن الصغير الكبير. توجه الإمام سلام الله عليه إلى القبلة على المصلى وقرأ هذا الدعاء، ثم التفت لأصحابه قال: سيأتي البريد ينعى الهادي. وفعلا وصل البريد يحمل نعي الهادي العباسي، لأنه بنفس الليلة رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه وهو يقول له: قد استجاب الله دعاك وسيهلك عدوك. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه أيضا حصل موقف بينه وبين المتوكل العباسي، الموقف صار بإساءة، صار بجرح لمروءة الإمام سلام الله عليه. فواحد من شيعة الإمام يقول: أنا رأيته بذاك الموقف، وكان يوم شديد الحار والإمام يتصبب عرق، أخذ يدي يتوكأ عليها. قلت له: سيدي ما باليد من حيلة يعني، لكن أنا يعز علي ما أنت فيه. فالتفت إلي الإمام علي الهادي سلام الله عليه، قال لي: والله ما ناقة صالح بأكرم مني على الله. بس يقول: أنا ما استوعبت الكلام، بس أكو معلم يعلم أولادي، وعادة المعلم طبقة مثقفة شوية. جيت عليه صار بيني وبينه حديث، قلت له: أنا هيك صار موقف مع الإمام الهادي، والإمام يقول ما ناقة صالح بأكرم مني على الله. قلت فت لي المعلم، قال لي: عندك مصالح يم العباسيين؟ قلت له: ليش؟ قال لي: رتب مصالحك قبل 3 أيام، بعد ما يمضي 3 أيام إلا ويحصل شيء بالبلاط العباسي. المهم فعلا يقول مرن 3 أيام قتل المتوكل، دخل عليه ولده المنتصر قطعه بسكؤس الخمرة، هو والفتح بن خاقان، حتى تناثرت أجزاء. يقول الشاهد: رديت للإمام سلام الله عليه، قلت له: سيدي أنت من قلت ما ناقة صالح بأكرم مني على الله كنت تقصد؟ قال: بلى والله أقصد، وأعني لما عقروا الناقة أمهلهم الله تبارك وتعالى 3 أيام، وما ناقت صالح بأكرم مني على الله. قلت له: شنو سويت؟ قال لي: رجعت إلى كنوز نتوارثها عن آبائنا فاستخرجت منها كنزا. عندنا كنوز، هسه شنو الكنوز؟ ذهب فضة؟ لا، معرفة. رجعت إلى كنوز نتوارثها عن آبائنا فاستخرجت منها كنزا. قلت له: سيدي ما هذا الكنز الذي استخرجته وصار هو السبب بهلاك المتوكل العباسي؟ قال: دعوة المظلوم لا يردها شيء، يأتيه النداء من بطنان العرش: وعزتي لأنتصرن لك ولو بعد حين، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنمي، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب احنا الآن علمونا أهل البيت سلام الله عليهم ورسمونا طريقة الدعاء، وأن الإنسان إلمن يفزع يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالملمات. طيب نحن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، لكن ما تصير عندنا استجابة كما يحصل لأئمتنا سلام الله عليهم. ليش؟ لأنه ينبغي أن يكون المظلوم مظلوم. مو شنو اللي جاي يصير عندنا؟ احنا احيانا يكون المظلوم ظالم لغيره. اكو لو ماكو؟ هو مظلوم من الحاكم، لكن ظالم اخته ما مطيها الارث، ظالم بنت اخوه معطلها من الزواج،
ظالم شريكه لأنه ما يتعامل وياه بصدق ويسرق منه من وراه، هذا ظلم لو مو ظلم؟ مع الأسف الإنسان يرى القذى في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه، فينبغي ألا يكون المظلوم ظالم لغيره. شوف شوف وين توصل الأمور. خل أعطيك فكرة، أكو حديث عن المعصوم يقول إذا تهاجر مؤمنين، اسمع هاي المشكلة اللي كل احنا نقع بها، إذا تهاجر مؤمنين يعني اثنين، أنا وياك علاقة طيبة سلام صباح ودار وجهة عن الثاني، مو يصير لو ما يصير نزعل؟ بل اسمعها زين وخل راجع نفسنا بناء على النظرية. إذا تهاجر مؤمنين ثلاثة أيام يعني برئت منهما الذمة، هذا القاعد السامع شو يقول للإمام؟ يقول له سيدي هذا للظالم فما بال المظلوم؟ يعني دولة من تهاجروا غير أكو بيهم ظالم وأكو مظلوم، فخذ الظالم برئت منه الذمة، ليش اثنينهم؟ يلتفت الإمام يقول له فما بال المظلوم ألا يذهب إلى الظالم فيقول له أنا الظالم كي يصطلحا. منو هذا؟ أنا حجراف الظالمني مأذيني، وأروح له قبل ثلاثة أيام أقول له عمي أنا ظالمك ومأذيك بس خلنا نصالح حتى لا نبرأ من الذمة، ربك هاي يصير عندنا؟ وإحنا من نقول أئمة يعني قدوة، يعني نقتدي بهم، يعني نطبق ما يريدون، إذا الظلم موجود لو ما موجود بيننا؟ ولذلك دعاءنا لا يستجاب. وإلا الإمام المعصوم يقول دعوة المظلوم لا يردها شيء أبدا، تخرق الحجب وتستجاب الدعوة. فوجهونا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى الدعاء، لكن أكو نقطة يشير لها أمير المؤمنين ومولى المتقين سلام الله عليه، يقول وأيم الله ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن ربك ليس بظلام للعبيد. يعني الآن ظروف الاستثنائية اللي نعيشها، يعني هو انتقام من الله لو بسبب مشاكل عندنا؟ مو، لأن ربك ليس بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول وأيم الله قسم ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن ربك ليس بظلام للعبيد. بعدين يعقب أمير المؤمنين سلام الله عليه هاي الناس مو معصومة، والإنسان احنا خطائين لو مو خطائين؟ عندنا ذنوب. ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم وبوله من قلوبهم لرد إليهم كل شارد ولا أصلح لهم كل فاسد. يعني وين المفروض إذا حزبتنا الأمور وين نفزع؟ نفزع إلى الله تبارك وتعالى، والله يعطينا وعد. الإمام أمير المؤمنين واثق جدا من كلامه، لرد إليهم كل شارد ولا أصلح لهم كل فاسد. لكن شو تشوف؟ أكو توجه إلى الله، أكو إقبال إلى الله تبارك وتعالى. وحقك الآن أصبح اللي يأمر إنسان باللجوء إلى الله تبارك وتعالى يحولوا إلى مسخرة، يضحكون عليه تعقلك متخلف، شنو أمر معروف يعني منكر، شنو دعاء، شنو مضامين، شنو شيء، هاي الدنيا وين راحت؟ إذن ابتعدنا عن الله تبارك وتعالى. والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ف
فإذا الإمام يوجه على الدعاء، الدعاء لأنه سلاح الأنبياء. طيب هذا الدعاء مختص بشهر رجب الأصب، شهر رجب من الأشهر الحرم، الأشهر الحرم أربعة اللي هي ذي القعدة الحرام، ذي الحجة الحرام، محرم الحرام، وشهر رجب الأصب. هذا الشهر له خصوصية، خصوصيته هو شهر الله تبارك وتعالى. شي يسموه إلى فد اسم، يسموه شهر الاستغفار. شهر رجب شهر الاستغفار، ولذلك يستحب الإكثار في هذا الشهر من قول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأسأله التوبة، يعني أكثر من الاستغفار. وتدري الاستغفار إلى نتائج إيجابية، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يعني نتيجة معادلة ثابتة. طبعا إذا نسميه شهر الاستغفار، هذا شنو يعني استغفار؟ أكو واحد يم الإمام علي سلام الله عليه، وإحنا أكو بعض كلمات نكررها ينبغي أن نتأمل بمعناها. مثلا أنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، سأعتقد كل واحد بينا يشوف لجنازة الله يرحم أمواتكم إن شاء الله يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام علي من يسمع الكلام يلتفت لهذا يقول له شنو يعني إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال له سيدي عادة كلمة مألوفة عندنا نقولها دائما. قال له لا، أي كلمة لها معاني لها ثوابت. إنا لله إقرار بالملكية، يعني أنت مو حر يا سيدي. أكو ناس الآن يتوقع نفسه وحر، شون هذا اللي مر على باب الإمام موسى ابن جعفر سلام الله عليه ورائحة الخمرة تسكم الأنوف والغواني والجاريات تغني، الجواري تغني، وسأل الجارية اللي طلعت الدب النفايات لمن الدار؟ لمولاي. مولاك عبد أم حر؟ قالت له لا، شنو عبد؟ المن عبد مولاي؟ حر يملك ربع بغداد. قالها صدقتي والله لو كان عبدا لله لاستحى من الله. ترى احنا لو نشعر بالعبودية وحقك نستحي من الله، مو نبارز الله بالمعاصي في كل يوم، بس انا اشوف نفسي حر، بيتي، سيارتي، اموالي، امكانياتي، انا هاي الانا المعشعشة بداخلي اللي تصل الى حد الشرك بالنفس الانسانية. وإلا لو يعرف أكو وراء رب شوية يستحي، شوية يخجل. قالها مولاك عبد أم حر؟ قالت لا حر. قال صدقتي والله لو كان عبدا لله لاستحى من الله. فالشاهد الإمام يقول له إنا لله، هذه لام الملكية، يعني هاي إقرار بالملكية أنه أنا مو حر، أنا عبد. والعبد المفروض تتوسم بصفات العبودية ألا يخرج عن طاعة مولاه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مو بس بتقاطع طريق يصير نزلنا بالسلاح وبالشتائم وبالسباب، نتزاحم بسرة بطابور نتشاتم بموقفي، ما يصير. لازم أنا أشعر أنا مملوك، إنا لله، أنا إقرار بالملكية كلمة إنا لله، وإنا إليه راجعون إقرار بالرجعة. فيقول الإمام سلام الله عليه من تقول لها الكلمة المفروض يترتب عليها أثر تربوي، أثر أخلاقي. أنت مملوك وسترجع إلى المالك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ترى الشعور بالحياء من الله تبارك وتعالى يترك أثر إيجابي، الخجل من الله، مو إلا الخوف من السطوة والعقاب. واحد خلي يستحي، ليش يستحي بربك؟ هسه إذا واحد منعم عليك، متفضل عليك، مجاملك، نصير بمشكلة يوقف وياك، من تحتاج يعاونك،
من تقصر ويا ما تستحي منه، ما تقول له وين اودي وجهي من فلان، مو سامعيها بمجتمعاتنا ولا وين اودي وجهي من فلان، مجمني مسوي لي شيء، شلون قصرت، سود الله وجهي على الموقف وياه، وتاخذ ناس وتروح تتحذر. يا اخي الان انا امشي واكل واتزوج وبيت ونعمه وكل هذه، وما بكم من نعمه فمن الله. الا ينبغي ان نستحي من الله تبارك وتعالى، نشعر شويه بحياء من الله، نحن مقصرون. ويجون أهل البيت سلام الله عليهم يرسمون الطريق الصحيح، يقول له إنا لله إقرار بالملكية وإنا إليه راجعون، إقرار بالرجعة. وإنت تدري ربنا كريم، مو يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. ايش تتوقع أنت من تقبل إلى الله؟ من دنا مني شبرا دنوت إليه ميل. هسه ما أدري تاريخ بني إسرائيل، تاريخ بني إسرائيل ترى بيغث وسمين، لكن أكو بي روايات حتى مع افتراض عدم صحتها تسوي شوية بيها فجنبة تربوية. فديوم من الأيام يقال أن هناك رجل كان يسرق الأكفان ويبيع، يعني من يموت ميت، موت ابن آدم، يلحق بالليل حفرة ينبشة يطلع الكفن يروح يبيعه. فهذا دنت منه الوفاة، جمع أولاده قال لهم بابا قعدوا، أنتوا تدرون أنا كنت هذه شغلتي، ومن حلال ومن حرام وكل شغلي بها الطريقة كلها، أنا أرد أبني لكم فرجاه، أبني لكم مقام، أبني لكم رصيد، كذا أسوي لكم فتشي، فأنا عندي طلب يمكم. قالوا له وما هو؟ قالهم إذا متيت تحرقوني، تسووني رماد، من يصير رماد تقسموه نصفين، نصف دروه بالبر ونصف دروه بالبحر. الله تبارك وتعالى طبعا لا يعزب عن علمه شيء ولا يصعب عليه شيء أبدا، يا بحر اجمع ما فيك من هذا الرجل، يا بر اجمع ما فيك من هذا الرجل، استوى أمامه. قال ليش سويت هالشكل؟ هسه أقول لك بناء على صحتها وعدم صحتها بيه في شيء من التربية. قال ليش عملت هذا العمل؟ قال والله يا ربي ما عملت هذا ولا أوصيت بهذه الوصية إلا حياء منك، مستحي منك شلون راح أشوفك. فهسه الرواية بناء على الرواية تقول أن الله غفر له، قدر به هذا. ترى عندنا رب رحيم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. فيعلمونا الإقبال إلى الله. شاهد من يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا اللام للملكية وإقرار بالرجعة. بعد شهر الاستغفار، واحد يم الإمام علي يقول أستغفر الله ربي، قال له شنو الاستغفار؟ تعرف شنو الاستغفار؟ قال له والله سيدي أعرف عن الاستغفار، أنه إحنا إذا مر بينا ذنب أستغفر الله. مو إحنا ترى ما عندنا استخفاف بالأمور، مرات نسولف نشبع غيبة ومن نخلص استغفرها ربي والله عايش شلون شد. مرات لا، مثلا تحصرنا الغيبة كلش، تلتفت والله هسه هاي مو غيبة، ويسول شلون مو غيبة؟ يعني أنت بكيفك يعني صنفتها لأنه تريد سولفها، لأنه عجبتك صارت مو غيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وسياريت عندي جرأة وأقول لك يابا برين الذمة ترى أخذت غيبتك، أما عندنا جرأة وتظل الأمور على حطتها إلى أن نلتقي مع الله. فقال الإمام علي، قال له شنو يعني استغفر الله؟ قال له كل ما عادة ما نرتكب ذنب أو خطيئة نستغفر. قال له لا، الاستغفار كلمة عليين قائمة على ستة معاني. أول معنى الندم على ما فات، العزم على ترك العود، يعني التوبة مو؟ العزم على ترك العود، أن تعمد إلى كل فريضة ضيعتها فتؤديها، أن تعمد إلى كل ذي حق فترد إليه حقه، أن تعمد إلى الجسد، إلى الشحم الذي نبت من الحرام فتذيبه، أن تعمد إلى الجسد الذي أذقته حلاوة المعصية فتذيقه مرارة الطاعة، ثم تقول أستغفر الله. توبة أو مو توبة؟ ها؟
شعرفنا أن الآن شهر رجب شنو شهر إيش بدل شهر الاستغفار شنو نسميه؟ نقدر نسميه بناء على النظرية نسميه شهر التوبة. مو شهر التوبة ليش؟ حتى ندخل إلى شهر رمضان إلى ضيافة الله. أنت مو راح تطب لك الواحد خير بربك، أنت إذا معزوم ببيت واحد خير مرتب صاحب سمعة تروح بملابس رثة، تروح بملابس رياضة، مو تهتم بهندامك، مو تعدل وضعك. فأنت رايح مقبل على شهر رمضان المبارك، المفروض مو ننتظر شهر رمضان وأول ليلة نأخذ الإمساكية ونحط أقباننا ونفكر بالجمعيات ويصير سباق التسلح مثل سباق التسلح، سباقنا على المواد الغذائية، ويبدون المسلمين ما شاء الله كل المواد اللي المستهلكة بشهر رمضان تبدي أسعارها تتحرك. مو احسب الأحساب للمسلمين، احسب لهم وحقق حتى العدة تمرة معفنة هالصدام هالشهر رمضان يقول لك برمضان تمشي. هو هذا شهر رمضان يعني؟ شهر رمضان شهر الدولمة يعني وشهر الأكلات الطيبة؟ لا، انت من تدخل بشهر رجب شهر توبة يعني انت مقبل وين رايح؟ رايح الى ضيافة الله. فمن طبق هذا البرنامج شهر الاستغفار شهر التوبة بشهر رجب راح تطلع وانت كيوم ولدتك امك، بعدين تتحول الى شهر شعبان وهو هذا الشهر شهر الصدقات، تبدي تزكي البدن، تزكي المال بالصدقات، بالتكافل الاجتماعي، بمعونة المحتاجين، بكفالة الأيتام. من تدخل إلى ضيافة الله تدخل مؤهل بأن تقعد بديوان رب العالمين. شهر دعيتم به إلى ضيافة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، عملكم فيه مقبول، دعاءكم فيه مستجاب. فالتسهيلات مو طبيعية، مش تتوقع كل واحد يستحقها. للي يطبق البرنامج برنامج الاستغفار بشهر رجب، فشهر رجب هذا شهر من أشهر الحرم وإلى فت خصوصية. من خصوصياته ومن أبرز أعمال زيارة الحسين سلام الله عليه. أسليش زيارة الحسين؟ تتلاحظ الأئمة سلام الله عليهم أغلبهم يزجون بالناس ويعبئون بالأمة باتجاه سيد الشهداء للإمام الحسين عليه السلام. ولذلك انت بلاحظ يعني حتى بليلة وفاة النبي صلى الله عليه وآله النبي أشرف المخلوقات بربك الخطيب بيش يبدي شي يقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يعني الحسين سلام الله عليه اختزل هالمواقف كلها بحيث أهل البيت يعبئون الأمة يم الحسين، من زار الحسين في الأول من رجب غفر الله له ذنوبه البتة، من زار الحسين في النصف من رجب له كذا من الأجر والثواب. مو بس رجب ولا شعبان ولا رمضان وليلة القدر، حتى بالعيدين من أفضل أعمال العيدين شنو؟ زيارة الحسين سلام الله عليه. هسه ليش هاي التعبئة؟ لأن الحسين عليه السلام قلت لك اختزل كل رسالات الأنبياء، هذه وحدة. بعدين مصيبة الحسين تألقت عن غيره من الأئمة. هسه أفرض الإمام موسى ابن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، السلام على المعذب في قعر السجون، السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود. لكن لما استشهد الإمام مسموما صابرا مضطهدا بعيدا عن الأهل والأوطان في حبس السندي ابن شاهد في طامورة لا يعرف الليل من النهار، لكن لما أخرج من الطامورة ووضع على الجسر ببغداد ونادوا عليه هذه جنازة الطيب ابن الطيب، قلبت بغداد بأهلها حتى المخدرات خرجن من خدورهن. أما العائلة الكريمة ما كانت تتعرض لخوف ولا متعرضة لرعب، وإنما كانت في المدينة آمنة، والإمام الرضا سلام الله عليه ملء السمع والبصر، بينما الحسين أولا بقي على العراء بالعراء ثلاثة أيام،
جثة بلا رأس. وأما العائلة الكريمة فتعرضت إلى السبا. وأنا أكد لك ترى عائلة الحسين هي التي أقرحت جفون أهل البيت، مو مقتل الحسين، مو عادي يعني أهل البيت سلام الله عليهم، القتل لهم عادة وكرامتهم من الله الشهادة، لكن تعالوا شوف ألم أهل البيت ومرارتهم على العائلة الكريمة، على زينب وأخواتها. الشيخ النوري نور الله ضريحه يروي عن الشيخ المجلسي صاحب البحار يقول أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها وجهت له عتب ذات يوم، قالت له لما لا تذكر مصيبة ولد الحسين؟ قالها سيدتي أنا شلون ما أذكر المصيبة، أنا خطيب. يظهر من خلال الرواية أن الشيخ المجلسي كان يرقى المنبر. قالها سيدتي أنا خطيب وأرقى المنبر شلون ما أذكر المصيبة؟ قالت له لا، مصيبة الحسين مو بقتل الحسين، وإنما مصيبة الحسين بوداع زينب وأخواتها. يظهر هذا الوداع الثاني اللي ذكره يتعرض لابن نصار رحمة الله عليه، نقول ردوا عياله من العطش يوما، ردوا عياله من العطش يوما، وصاحب صوت للتوديع قوما، مثل سرب القطع قوما يحوما، تطيح عليه وحدتهن وتعثر. التمن بباب الخيمة، الحسين يوزع بصره بينهن، وقع بصره على يتيمة لآل عقيل. قالها زينب أريد هاليتيمة، صعديها يمي على الجواد، أريد أأنس بها لحظات. أخذ يمسح على رأسها. قالها بنية ما تشتهين؟ قالت لأبا عم والله لقد تفتت كبدي من العطش، أنا بس أريد ماي. الله يساعد قلب الحسين، يا رحمة الله، هو رحمة الله الواسعة، ويسمع اليتيمة الطفلة تريد ماي. قال بني أنا ذاهب إلى الماء. قالت يا عم إن ذلك يطول علي، والله لقد ذهب أبي عند الصباح وأخبرته بعطشي ولم يرجع لحد الآن، وذهب عمي وأخبرته بعطشي ولم يعد لحد الآن. نادت على الحوراء وزينب عم منزلي لقد آذيت سيدنا، أذيت الحسين، تقول عم منزلي. بجد زينب، بجد زينب، وحن قلب عليها، تقل الحرم يشلون بيها يا خويا، الحرم من تفقد وليها، تذل وتصير للعدوان مغنم، الصد الخيم تصد الخيم، توعاين سكينة هبط الرأس وتنوح حزينة، داري يد عليها وجرت عينة، جرت عينة، يقل عليك عقبي اكثر الهم، أبويا يسكن لا تونين بوجودي، كسرت القلب من عندي داودي، أبويا عقب عين عقب عين، علي بالنوح جودي، وعلي وني ونين اللي تيتم. أحمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك، بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت به محمد وآل محمد، واصرف عنا كل سوء صرفته عن محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسس لهذا المأتم تقبل اللهم عمله بأحسن القبول، واجعله ذخرا له يوم القيامة،
وإلى أماتي مع أمات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان، ولا سيما إلى روح المرحوم الشاب حسن رافد رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مسبوقا بذكر محمد وآل محمد.